والزد لا يوجد لاحظ هذا سلمي هذا ان سلمي ان فتحه هذا في هذا الصفر زائد هذا في هذا الصفر زائد هذا في هذا الصفر فهما متعامدان يعني ان يعامد ان فتحه فهما يتقاطعان وفق ماذا مستقيم كيف استخرج تمثيله الوسيطي بكل بساطه تمثيل الوسيطي لهذا المستوي لهذا المستقيم الذي ينتج عليهما لانه هذا يعني مثلا كمثل هذا وماذا وهذا ها هو المستقيم الذي ينتج بينهما هذا أو ربما هذا هذا ومع هذا يعطينا لكم هذا المهم بكل بساطة لاحظوا x كم صفر و y كم صفر إذا مباشرة نقول z يساوي t هذا هو التمثيل الوسيطي حيث t ينتمي إلى r إذن هذا هو الشعاع هذا هو التمثيل الوسيطي المستقيم الناتج عن هاتلك هذان المستويان حيث شعاعه توجيه هو صفر شعاع التوجيه اللي سميناه في سميناه في صفر صفر واحد لو أعطانا مثلا إكس يساوي الصفر وزاد يساوي الصفر هما متعامدان ما هو التمثيل الوسيطي المستقيم؟ هو هذا وإيكغراك يساوي تي هذا هو التمثيل الوسيطي للمستقيم الناتج عنهما نكمل ناتي إلى السؤال الذي جاء بعده قال عين بعد النقطة بعد النقطة عن مستوي الأولى عن مستوي هاي بعد النقطة عن مستوي تعلمون بالقاعدة عندكم مستوي وعندكم كل شيء أن المستوي ها هو المستوي بي وهاي النقطة ماذا دي قوموا بالتعويض فقط تجدون هذا ثم استنتج المسافة بين ماذا دي وماذا ودالتا استنتاج مسافة بين نقطة ومستقيم لأن لا يوجد لنا قانون يوجد لنا قانون بعد نقطة عن مستوي أما بعد نقطة عن مستقيم لا يوجد تستنتج فقط نتابع لاحظوا وجدنا البعد هذا هو ننتبه لاحظوا ها هو المستوي ABC وها هو المستوي P ننتبه فقط هذه المسافة عندنا هذه المسافة دي عندنا وهذه دي فتحة عندنا التي هي ماذا؟ هذه المسافة بين ماذا؟ هذه دي هي المسافة بين النقطة دي والمستوي بي ها هي وهذه المسافة ما هي؟ هي اللي سميناها دي اثنان أو دي فتحة ما هي؟ هي بعد النقطة دي عن ماذا؟ عن المستوي أ بي سي يصبح ما هو هذا المثلث؟ يصبح قائم هذا المثلث كما أشرح يصبح قائم تصبح ماذا؟ تصبح هذا البعد إذا سميناه دي فتحة هذا دي فتحة يساوينا نسميه إذا نسمي هذه دي واحد دي اثنان وهذه مثلا نسميها دي تصبح دي مربع يساوينا دي واحد مربع زائد دي اثنين مربع ونكمل يعني لاحظوا هنا أنا أقوم بعملية الشرح ها هي تخرج بنا تقريب ب ها هي بنظرية لأن المثلث قائم نظرية فيثاغورس ها هي هذه المسافة أكرر هذه المسافة تساوي هذه مربع زائد هذه مربع ها هي مسافة مربع ومسافة مربع عندنا ترجعون الفيديو تجدون المسافات كلاهما موجودتان ها هي المسافة أمامكم بنظرية فيثاغورس لأن المثلث قائم ها هو قائم أمامكم نأتي للسؤال الذي جاء بعده قالنا ما هو السؤال لاحظوا ما هو السؤال ما هو السؤال قال لي تكون النقطة ام تي فتحة ام تي فتحة ام تي فتحة ام تي فتحة ولو تعلمون انها هي التمثيل هذه هي التمثيل وسيطي لمن للمستقيم ماذا دالتا فتحة قال لك عبر عن المسافة دي ام تي دي ام تي فتحة بدلالة تي يعني نقول دي ام تي هذه مسافة ماذا تصبح تساوي لكم بعد نقطتين تساوي هكذا اكس ناقص اكس تي ناقص ماذا
ناقص إحداثية الـ دي ها هي تصبح زائد 4 مربع زائد إيجراج تي بدال تي يعني ناقص 2 مربع زائد زد تي ناقص 1 مربع. إلا أنه ننتبه جيدا، نرجع إلى التمثيل الوسيطي، ننتبه ها هو التمثيل الوسيطي المستقيم دي فتحة، ها هو أمامكم، هو 4 تي مربع و 4 تي فتحة و تي فتحة و 1 ناقص 4 5 تي تي فتحة، لاحظوا جيدا.